انا بس عايز بس اقول مين اللي بيفسد الدخل في ماري منيب المبادئ دي ما هي الستات الكبيره اللي بتطرحها لو اتجوز عليكي ولو حصل كذا ولو هو نفس الدخله هنلاقي انه انا هنا بنتكلم ليه على نموذج امينه ورؤى تحديدا لانه العطاء او الانسحاق او هي منهزمه طول الوقت ده ما في الاخر كانت النتيجه ايه ما هو السيد راح عارف عليها واحده بمواصفات ثانيه خالص ورؤى ساعه وقت اللزوم عمل نفسه مش عارفها ففكره ان انت بتدي عطاء غير محدود فبالتالي انك بتشجعي اللي قدامك انه يفضل شخص اناني بشكل غريب فمش ده هو ده الصح احنا بنقول ان مش ده الصح بس برضو من ناحيه ثانيه استاذ عبد المنعم ما اتكلمش لسه بس عايز اسالك سؤال ليه الراجل شايف ان هو لما يشارك مراته في البيت ويساعدها في شغل البيت يعني اذا كان حتتين مواعين ولا حتتين غسيل ولا ينشر الغسيل ولا يشيل العيل لحد ما تخلص اللي في ايدها ان ده بالنسبه له كده بيهز هيبته وبيهز رجولته في حين ان ممكن يكون الست بتشتغل وبتساعده وبتدفع في البيت مش شايف ان ده بيقل من رجولته في حاجه والله انا حضرتك انا بالنسبه لي يعني انا عن شخصيا بساعد مراتي في البيت هايل واخد بال حضرتك سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان بيساعد مراته في البيت وما عنديش ادنى مشكله في الموضوع ده ولا لا بالعكس ده انا فخور بالكلام ده واخد بال حضرتك اولا مفيش يعني خط احمر يعني لا مفيش يعني خط احمر مثلا طلع لي مش عارفه كيس ايه لا والله حضرتك ساعدني في الغسيل والله حضرتك انا ممكن اعمل محشي كل حاجه تمام والله انت راجل جدع عشان الافاضيه جمال واخد بالك تاخد الموضوع احنا احنا كاسره او كعيله عامه بنحترم المراه جدا جدا ما انا عارف واخد بال حضرتك بنقدرها جدا كزوجه وكام وكاخت وكبنت ده اللي احنا عايزينه عشان رجاله عشان رجاله محترمه والله و و و ونساعدها جدا ولا يمكن نهينها ولا نرهقها الله عليك نور عليك واخد بال حضرتك دي حاجه بس انا عند حضرتك بس ملحوظه هو مين اللي خلص السيد اصلا عارفه مين حضرتك ام برضه الام هي ام برضه هي ميزتها الام اللي خلص السيد تمام بمعنى ان انا النهارده عندي مثلا كزوجه مراتي انا مثلا مخليه اولادها مثلا انا بدي مثال مش ده الحق يعني مربيه على انه لا هو يجي له كوبايه الميه اللي عند مكانه يتعمل له الاكل اللي عند مكانه يتغسل له هدومه ما يتحركش واخد بال حضرتك ده ولد فبالتالي هي اللي نشأته على المبدا ده بالظبط فهي في الاخر برضو حضرتك الام دي او الست دي هي اللي بتدفع الثمن قدام يعني احنا في الاخر دخلنا الموضوع وجبناه على حجر الست مره لا تانية بص ان أيوة هي عندك حق ان الست اللي بتشتكي من ان الراجل مش مقدر دورها واحيانا بيبقى جاي عليها وظالمها وهو في النهايه ممكن تربي راجل بنفس المواصفات هي انا معاك طبعا معاك ان ده بيحصل غصب عنها بلا وعي بس انا عاوز اعرف هنا من استاذ محمود الضبع انت مختلف معاهم في ايه يعني ايه اللي احنا قلناه في الكلام ده يعني ما يتوافقش معاك كراجل صعيدي او كسيد الطيب مش السيد الشرير ايه اللي مش عاجبك ان انا شفت نظراتك يعني لا 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 هو مفيش اصلا يعني شغل سياسه في بيت يعني قصدك في سياسه في بيت ما تمشي في باقي البيوت وما اقدرش اخد حاجه من بيت اعملها قاعده اعممها على الناس طبعا. كلها صح الناس عمال تقول لك مساعده والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد في حاجات كان بيعملها الرسول الحريم ما ترضاش تعملها دلوقتي يعني بيقول لك الرسول كان بيحلب الشاة في ست بترضى تحلب شاه دلوقتي لا لو هو في شيح في بيت الست دلوقتي يا ست بس اسمع كلامي للاخر ما هو برضو ما ناخدش اللي من الرسول اللي على مزاجنا او ناخد القاعده عامه ونسيب التفاصيل انت قلت كلام في البدايه كلها كلام حلو قوي كل اتنين يتوافقوا على الطريقه الانسب أيوة مش ياخد بالاجبار ياخدها يا ياخد القاعده كلها بتفاصيلها يا ما خدهاش فما استدعيش مثل و الاخد اللي بيمشي على مزاجي في مستجدات العصر دلوقتي في مستجدات العصر كان بيت في شاه يا مستجدات العصر